اليوم الموضوع هو له علاقة ب أو كعنوانه هو وعي الضحية. وعي الضحية كيف العالم بتعيش حياتها أو بتستسهل تعيش حياتها، ماشي الحياة السهلة، الاستسهال بعيش يعني الناس الحياة. تفتح بيك تيم. الناس اللي له علاقة بسوجي اليوم، اللي هن الناس اللي ما بيعملوا أي مجهود بالدنيا، بس هن دائما هن ضحايا، دائما هن المظلومين، دائما الحظ، دائما الحياة هي اللي ظالمتهم، الحظ هو اللي ظالمهم، وبنفس الوقت ما بيقدروا انهم يطلعوا من هذا الموضوع ويشوفوا انه انت اللي ظالم حالك. فهي اليوم بدها تحكي لنا اكثر عن هذا الموضوع، تشرح يلا لنا اياه، وان شاء الله نساعد ناس ممكن يكون في عندهم هذه المشكله. ان شاء الله على فيديوهات كريم. في عنا فيديو اكيد يلا نطلب من المخرج يشغلنا اياه، وبنشوف المدري بلال الحمادي شو محضرت لنا لليوم. مساء الخير واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من حب الذات الحقيقي، معكم لارا حمادي مدربه وعي تنميه بشري ممارسه للتنويم بالايحاء. بهي الحلقة رح أعرفك عن أسهل حياة ممكن تكون عايشة من دون ما تعرف، رح خبرك عن وعيك بهي الحياة كيف رح يكون شكله وشو الشيء اللي ممكن تكون عم تخسره إذا ضليت عايش ضمن هي الحياة. الحياة الأسهل على الإطلاق هي الحياة اللي ما بكون مسؤولة فيها عن شيء بحياتي، يعني المجتمع، أهلي، زوجي، أطفالي، بلدي، وزني، طولي، شكلي، دراستي، كل هدول الأشياء والأشخاص مسؤولين عن حياتي إلا أنا. بهاي المكان اللي أنت بتكون عايش فيه هي الحياة اللي كتير مريحة، اللي أنت قادر تلقي اللوم فيها على أي شيء بحياتك على الآخرين، بيكون عندك وعي بنسميه نحن وعي الضحية. هذا الوعي ببساطة وعي الضحية هو بيعني أنه أنا ماني مسؤول عن أي نتيجة من نتائج حياتي، أي شخص، أي شيء مسؤول عن نتائج حياتي إلا أنا. هذا الوعي بنشوفه كتير عند الأشخاص اللي دائماً بيقولوا إنه ليش أنا عم يصير معي هيك؟ أنا حظي سيء، أنا ما حدا بيحبني، أنا ما قدرت أعمل شيء لأنه ما حدا دعمني. دائماً بيلقوا اللوم على الآخرين، ما بيتحملوا مسؤولية حياتهم. وبنشوف أغلبهم للي عايشين بهذا الوعي المنخفض اللي هو بيحوي نظام خوف، بيحوي خوف، ألم، عيب، عار، إحساس بالذنب، حتى الاكتئاب، وللأسف حتى المرض موجود بهذا المستوى من مستويات الوعي اللي هو وعي الضحية. بنشوف مع هدول الأشخاص إنه كل ما دخلوا بعلاقة مع شخص ما دائما بيكونوا هن الضحية، ودائما الشخص الآخر بيكون هو الشرير السيء اللي ما عرف يحبهم أو اللي ما قدر عطائهم. ولكن وقت اللي بتروح لعند هذا الشخص الشرير بتطلع إنه أبدا ما كان شرير، ولكن كان في أشياء المفروض تتزبط من الطرفين. ولكن وعي الضحية شو بيقول لك؟ بيقول انه انا كنت مظلوم كثير بهي العلاقة لانه هو كثير شرير، ما بيحب يتحمل مسؤولية حياته، ما بيحب يقول انه ما في مشكلة من طرف واحد، فانا لازم افكر شو كان الحق علي بهديك المرحلة. هون المشكلة بتصير وقت تبلش انا استعطف الاخرين واقطاط من جوا، اعيش على هي المشاعر اللي هي فتات من الاخرين. يعني وقت انا بترك لسبب ما من علاقة وانا عندي وعي ضحية، فانا رح طلع وانشر الموضوع لكل رفقاتي، لكل اهلي، انه انا انظلمت، انا انخنت، انا انتركت، انا انغدرت. كل العالم اللي حواليه رح يتبطوا علي، ولكن رح يكونوا معي يمكن بشيء بمشاعر حقيقية و90% بمشاعر ما أنا حقيقية، لمجرد انه هن يعطوك كلمتين يروحوا لحياتك. خبرك هون انه انت اخذت شيء كتير بسيط من هذا الاحساس اللي بحسسك انك قوي من الداخل، ولكن خسرت بالمقابل قوتك الداخلية. للأسف قوتك الداخلية بتخسرها يوم ورا يوم مع ممارسة هذا الاستعطاف، مع ممارسة وعي الضحية بحياتك. لأنه القوة الحقيقية بتقول إني أنا بتحمل مسؤولية حياتي، إني أنا بتقبل حالي بنوري وبظلامي، بكل العلاقات اللي بمر فيها، بكل التجارب اللي بعيشها، أنا بتقبلها، بحتويها، وبشوف شو هي الدروس والعبر من كل مشكلة. أبدا ما بلوم الآخرين. ممكن كتير تنظلم بعلاقة ما، ولكن وقت اللي بيكون عندك وعي ضحية رح كتير تحس إنك مظلوم، انغدرت، انتركت. أما وقت اللي بتكون عايش ومتحمل مسؤولية حياتك رح تكون مسؤول عن هذا القرار، رح تقول صح كان في حق علي وحق على الشخص الثاني. هوني رح خبرك إذا حابب تطلع من هي الحياة اللي كتير سهلة، أنا رح أكون معك ورح ساعدك. وفينا نبدأ من هاي اللحظة بتمرين كتير كتير بسيط. أول شيء بدي منك تذكر بنهارك شو في قصة اليوم صارت معك وركضت لتاخذ استعطاف من اللي حواليك. بدي منك بهاي اللحظة تاخذ قرار من جوا إنه بدك تبلش تتحمل مسؤولية حياتك وتطلع من وعي الضحية اللي هو وعي منخفض رح يجيب لك الألم، الخوف، المرض، العلاقات الفاشلة، لأنه تردد كتير منخفض. وللأسف هي دوامة بتضل عايش فيها. شرح كتير بسيط
عن وعي الضحية اللي أنت كنت لازم تعرفه ولازم تأخذ خطوة من هي اللحظة إنك تطلع منه وتقول أنا بتحمل مسؤولية حياتي، أنا بدي أطلع عن نظام الحب، ورح تكون أول خطوة جدية منك لتمشي بأساس حب الذات الحقيقي. اترك لي أسئلة لأنه مهمتي إني أنا ساعدك إنك تتذكر وفيك أن طول العالم الأكبر. شكرا الحلقة الجاية.